أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا التالية مع مسابقة تحدي البرمجة، خطوة جديدة وهادفة لدعم ورفع مستوى طلاب الهندسة المعلوماتية بالإضافة لاكتشاف مبرمجين مميزين ودعم لسنوات قادمة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، خلونا نتعرف مع الأستاذ أسامة سكرية منسق مسابقة تحدي البرمجة وأحمد يونس عضو في مسابقة تحدي البرمجة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح الأنوار. رح نبلش معك أسامة، خلينا نتعرف أكثر عن المسابقة والهدف منها. تمام. هلا المسابقة هي فكرتها الأساسية نابعة من المسابقة البرمجية العالمية الآي سي بي سي. فنحن هاي السنة أنشأنا النسخة المصغرة منها الداخلية بالجامعة السورية الخاصة، وكانت هي يمكن الخطوة الأولى على مستوى الجامعات الخاصة كلياتها. هلا بالنسبة لتنظيم المسابقة كان أكيد يحتاج خبرات، فاضطرينا نحن نستعين بال يعني خبرات سابقة، فاضطرينا نستعين نحن بطلاب نادي البرمجة اللي هنين عندهم خبرة سابقة بالمشاركة وما إلى هنالك. بالإضافة إلى التشارك يعني أكيد بالتنظيم كل الشكر يعني للاتحاد اتحاد الطلبة بهذا الموضوع. هلا نحن هون بالمسابقة هي السنة أكدنا على إنه هي المسابقة رح ترفع إنه من مستوى الطلاب وكفاءتهم، ويعني ترفع مهارات التواصل عندهم وترفدهم بالمهارات اللي هن بتهمهم بسوق العمل، يعني مثل مهارة تنظيم الوقت والعمل تحت الضغط. وهي كلها يمكن شغلات المهمة هن بيحتاجوها بسوق العمل طبعا. أكيد. ويمكن هيدا الموضوع يمكن بالسنوات الأخيرة عم ياخذ حيز كتير كبير من حياتنا، دائما بيعملنا بشكل كتير كبير. خلينا نحكي قديش مهمة هي المسابقة والفايزين أو الأوائل بهي المسابقة، كيف رح يتم دعمهم، كيف يمكن رح يكون لهم فعلا دور في السنوات القادمة؟ هلا عادة الطلاب الأوائل أو خلينا نحكي عن المسابقة العالمية هي مدعومة من الشركات العالمية فيسبوك، أي بي إم، امازون، تويتر، جوجل، هن بيكونوا سبونسر داعمين للمسابقه، وبالتالي الطلاب الاوائل ناهيك انه عن الانجاز تبعهم والنجاح بهي المسابقه، هن عم ياخذوا فرصتهم بالشركات العالميه كفرص عمل. جذبهم يعني بالضبط. يعني فينا نقول استثمار العقول. تماما. هي بتسمى هي شعار المسابقه وور برين، حرب العقول يعني. بالضبط. وبالتالي بيتم استثمارهم هي الشركات، سواء اذا كنا عم نحكي عن رعاه محليين كام تي ان ولا سيرياتيل، او عم نحكي عالميا شركات عالميه. فالطالب غير الانجاز اللي هو حققه في عم يتم استثماره بسوق العمل، اضافه المهارات اللي تعلمها، اداره الفريق، اداره الوقت، العمل تحت الضغط، هي مهارات اساسيه بالسوق، واضافه كمان للجوائز الماديه اللي بياخذوها الطلاب الاوائل. اكيد. كمان استاذ اسامه خلينا نحكي شوي عن مستويات المسابقه، يعني اكيد وخصوصا هي لفئات عمريه مختلفه، فكم مستوى؟ هلا نحن بالجامعه نحن اعتمدنا مثل مبدا الاي سي بي سي بالضبط، يعني اعتمدنا نفسها بس نسخه مصغره منها، فكان عندنا مستويين نحن هون. قسمنا الطلاب حسب المستوى، انه سنه دراسيه اولى على المستوى الاول وباقي سنوات على المستوى الثاني كانوا. وتابعنا هذا الموضوع لنهايه المسابقه، يعني تم تقييم المستوى الاول لحال وتقييم المستوى الثاني لحال. طيب خلينا نحكي عن الطلاب يعني اللي شاركوا بهي المسابقه، قديش فعلا في كان طلاب متميزين، قديش فعلا في عندنا فعلا عقول يجب استثمارها، ومثل ما قلت يمكن حرب العقول مو فقط على مستوى العالم. تماما. للاسف بتلاقي جذب العقول حتى خارج البلاد، قديش فينا نستثمرهم نحن اليوم وندعمهم ويكونوا جزء من المستقبل؟ لا شك انه بالطلاب المتميزين في يعني بالمسابقه او يعني بالاصح انه هنن في طلاب ما عندهم هالخبره الكافيه كان ورغم هيك كان ادائهم ممتاز يعني بيكون مواهب، بس هي لما انت تحتضنها بيختلف الموضوع. غايه المسابقه كانت هي انه اكتشاف هاي المواهب لحتى يتم تدريبها وضمها لنادي البرمجه بالجامعه. تمام. والغايه منه انه يعني نحن نشارك ان شاء الله بالمسابقات المحليه ان شاء الله بنستضيفكم تكونوا مشتركين بمسابقات عالميه ان شاء الله. اكيد. كمان استاذ احمد يعني في خلينا نقول هي اعتمدت الخوارزميه الفكريه. تمام. المسابقه وكان في عندنا مستويات مختلفه من الطلاب والاعمار، كيف اعتمدتوا على التدريب وخصوصا مع الفوارق بين المستويات والاعمار ايضا؟ تمام. اذا اتفقنا انه شعار المسابقه هو حرب العقول، وبالتالي بتشوف طالب سنه اولى عم يتبارى مع طالب سنه خامسه ورابعه، فالمبارزة عادلة خلينا نتفق عليها. عادة ببلش تنظيم المسابقة مع المنسقين الأساسيين قبل بأسبوع للأسبوعين، المسابقة بدها كثير تحضير وتجهيزات. ببلشوا اللجنة العلمية اللي هن الحكام بيوضع المسائل للطلاب، طبعا أنت لازم تكون تعرف مستوى طلابك اللي عندك، شو
الافكار العلميه اللي حصلوها، لانه انت عندك طلاب سنه اولى، وثاني انت بتعرف شو المحتوى العلمي اللي حصلوا عليه، فنحن بنشتغل على هي النقطه، نحن بنعرف شو الفحوه العلميه اللي حصلوا عليها، فنحن بنشتغل نوضع مسائل تنكش اللي حل فرضا مساله مو نفس اللي حل مسالتين، اللي حل تنتين مو نفس اللي حل ثلاثه. اللي حل بطريقه تقليديه يختلف عن اللي حل بطريقه مختلفه. تماما، الوقت انت عندك عامل وقت هذا بيساعدك بتقييم الطلاب، وبالتالي نحن بلشنا تقريبا قبل باسبوع نحضر المسائل انا والجادج الثاني سعيد، بنشتغل عليها تقريبا لمده اسبوع، بنشوف الطلاب شو المفاهيم العلميه اللي اخذتها، شو اللي ما حسنت تحصل عليه حتى نحن نتلافاها، لانه انت هدف من الطلاب تعرف اللي هن اخذوا حصانين يطبقوه بمسائل واقعيه. فاشتغلنا تقريبا قبل باسبوع، حضرنا صح، شفنا هن على شو كانوا عم يتدربوا، لانه احنا في عنا منصات عمل على الانترنت بيتدربوا عليها، وبالتالي احنا عرفنا شو المسائل اللي عم يتدربوا عليها، اللي ما تدربوا عليه نتجنبه حتى قدر المستطاع نعرف اللي تعلموا عم يحسنوا يطبقوه لما لا. تفاجأتوا ببعض المستويات؟ يعني انا بتذكر لما كنت طالبه عاشر في زميلة عندنا ما بذكر اسمها طلعتها الأنسة كيف حلت مسألة الرياضيات، حلتها بطريقة مختلفة، ما بتعرف شو هي الطريقة وكيف حلتها، وفعلا رفضتها للرواد. في مستويات تفاجئوا بطريقة، نحن كان في عنا طالب تفاجئنا منه بشكل فظيع، يعني احنا كنا حاطين المسائل البروبلم سيت على فرضا الفئة الوسطية لكل الطلاب، كان في عنا طالب كان مفاجأة بالنسبة لنا، وطبعا نحن يعني حسن يوصل لعدد المسائل كلياتهم يسكرون، وكان في مساله ثانيه كان عم يحاول فيها، فهو كان الوحيد اللي يوصل للست مسائل، فكان في عنا مفاجات. وما تبقى من الطلاب كان في تميز، في تميز وفي الفئه المتوسطه وفي الفئه اللي كانت عم تحاول بدها تتدرب، بس كان في عنا مفاجات. هي المفاجاه انت عم تحكي عنها بالضبط. يعني نحن كثير فخورين دائما باي انجاز بيكون باي مجال، وخصوصا هلا بلغه العصر لغه البرمجه. كثير مهم يكون عندنا شباب واعي وعم يعرف حتى مسؤوليته تجاه هي اللغه، وهذا يمكن بدي اسالك عليه استاذ اسامه. اليوم ما بعد المسابقه كيف رح يتم الاستفاده من الشباب، وخصوصا اذا فيني سميهم المبرمجين اللي رح يطلعوا، وقد ايه رح يستمر خليني اقول لك التواصل والدعم معهم لحتى ممكن يكونوا هن نواه توصل لجيل ثاني وجيل ثالث؟ هلا هي نواه المسابقه هون مثل ما حكيتي انه هي رح تكون اساس للفرق اللي رح تشارك ورح تنضم لنادي البرمجه بالجامعه عندنا. فهن هدول رح يتم تدريبهم، اول شيء طبعا تم تكريمهم بالمسابقه بحفل الختام وبحضور رئيس الجامعه وعميد الكليه، وبعدها انه نحن حنضمهم لنادي البرمجه ليتم متابعه تدريبهم وتشكيل فرق تشارك بالمسابقه المحليه والعالميه ان شاء الله. طيب في مسابقات قادمه عم تجهزوا لها؟ يعني نحن بدنا نعتبر انه بعدنا ببدايه السنه، فاكيد في جدول عمل ومسابقات كمان عم تحضروا لها هلا. تمام، عماده الكليه كانت مصره انه هي نحن نعمل مثل نسخه تجريبيه قبل النسخه الرسميه، عاده النسخه الرسميه بتبلش تقريبا بشهر 6 بعد الانتهاء من الامتحانات بالفتره الصيفيه تقريبا 6 7، فهي كانت المنظمين عملوا لنا اياها كفتره بس كمسابقه تجريبيه، نحن نشوف الامور عندنا بالجامعه كيف، شو مستويات الطلاب اللي عندنا. الفكره الثانيه والهدف كان اساسي من عماده الكليه انه انت تعرف مستوى الطلاب اللي عندك، قديش بدك تشتغل عليه، قديش بدك تساعده، قديش بدك تدربه، شو المحتوى العلمي انت لازم تقدم له اياه حتى يوصل للمستوى الوطني، لانه هي عمليه تدريب مستمر. فكانت هي مسابقه تجريبيه، المسابقه خلينا نقول الرسميه باسم الجامعه رح نشارك بعد منها بالمسابقه الوطنيه انتقالا للعربيه والعالميه، بتصير ان شاء الله بتصير بشهر 6 7، فهي كانت تجريبيه، واعطتك تصور سريع مستوى الطلاب كيف، شو اعداد الطلاب اللي رح تشارك معك، وامتى بدك تبلش معهم تدريب، شو لازم تقدم لهم، وقديش عدد ساعات لازم تقدم لهم كتدريب عملي. أكيد بالعموم لما أي حدا بيسمع عن اختصاص هو ما بيعرفه أو ما أنه ضمنه بياخد الجو العام، فالناس بتفكر أنه المهندس طبعا المعلوماتية أو الإلكترونيات هو مبرمج، يعني بيعرف يبرمج جهاز كمبيوتر أو يعمل هيك شيء، ولكن الحقيقة شغلكم أو حتى الشباب اللي دخلوا ضمن المسابقة عندهم نطاقات واسعة كتير، لأنه هاي اللغة صارت كتير عم تتحدث بكل ثانية اليوم. خلينا نحكي شوي عن المجالات اللي ضمتها المسابقة للناس تعرف أكثر تفاصيل عن عالم البرمجة. أنا حكيت فكرة كتير حلوة، مثل من أنت عندك مسألة الرياضيات الطريقة اللي حليتها فيها مختلفة. على سبيل المثال أنا فرضا بجوجل بشركة فرضا بMTN بأي مكان طلب مني تاسك معين إني فرضا برمج، لنقول فرضا قطعة برنامج صغير تطبيق موبايل. الطريقة اللي أنا اشتغلت فيها، الفكرة اللي أنا فكرت فيه، الطريقة القاصة اللي أنا بلشت فيه، هي المهارة اللي باخذها من المسابقة. المسابقة هي بتعلمك كيف تفكر، وشعار المسابقة فكر أبدع أوجد حلا، وبالتالي أنت مبدع وأنت مميز عن غيرك. فالمسابقة هي ميزتك عن البقى، يعني مثل ما قلت أنه أنت حليت طريقة الرياضيات بطريقة مختلفة، طريق قصير، موارد أقل، طريق أسرع، فكرة ذكية. فالمسابقة بتقدم لك هذا الفكر، أنك أنت تفكر بذكاء، think out of the box، تفكر من خارج الصندوق،
وبالتالي انت بتتميز، لهيك الشركات بدها اياك انت شاغل بالمسابقه، شاغل على حالك، مثلا تشتغل تحت الضغط، بتفكر بطريقه ذكيه، بوقت اقل، بوقت الكود تبعك البرنامج بتكتبه بيكون مختصر اكثر، مفهوم اكثر، فالمسابقه بتعطيك هي المهارات الفريده، يعني مثل نقول عمله نادره انت عن غيرها، هيك باختصار كثير. والشباب السوري اثبت رغم كل الظروف اللي مرينا فيها انه هو فعلا عمله نادره، دائما بيكون عندنا شباب مميز عم نستضيفه ضمن برنامجنا. اكيد بدنا نتشكرك اسام سكريه منسق مسابقه التحدي البرمجي على وجودك معنا، والاستاذ احمد يونس عضو لجنه علميه في مسابقه التحدي البرمجي، شكرا كثير لكم. ان شاء الله نستضيفكم بمسابقات عالميه اكيد على عالمية ان شاء الله. شكرا لكم، وتحيه اكيد لكل الفرق والشباب اللي شاركت واللي فازت، وموفقين. شكرا لك. شكرا لك.